إنهم لا يضيعون ثانية واحدة في هذه المرحلة، لابد أنهم يدبرون أمرا ما. ها؟ الجمرة الخارقة؟ فهمت كل شيء الآن طارق، هذه فعلتك. انظروا إلى الجمرة الخارقة وإلى هاني أيضا. طبعا سنذهب حالا طالما أن رامي يتدرب على يد صياد محترف، فأنا مطمئن عليه. أعرفك على نفسي يا سيدي، أنا فواز حمدي. الآن الشليد يا فخر عائلة لانكاستر تنضم إلى عصابة من اللصوص غير عبئة بسمعتها كفتاة نبيلة. هل تضحي بذلك لأنك تكرهينني؟ لكنني أحذرك من أعمالك هذه لأنها تثير غضبي.